طيب كنا احنا اتكلمنا قبل كده مراجعة كده سريعة على خصائص الأمواج دي، اتقالت مع الدكتور أحمد أو الدكتور أسعد، وقلنا الخصائص بتاع الأمواج اللي هو الاتش، ارتفاع الموجة واتجاه الموجة وسرعة الموجة وطول الموجة. وخصائص الأمواج هي ديت الموضوع بتاعنا احنا اللي هو بتاع الويف ترانسفورميشن، تشكلات او تحولات الايه الامواج. تشكلات وتحولات الامواج بيحدث تغيرات في خصائص الامواج، بتبتدي خصائص الامواج عندي تتغير، بمعنى انه يبتدي ارتفاع الموجه يتغير او اتجاه الموجه يتغير ويحصل له ريفراكشن انكسار، سرعه الموجه تتغير طالما برضو الاتجاه بتاعها وارتفاع الموجه بتتغير معايا سرعة الموجة، وكذلك طول الموجة كمان هو ايه بيتغير. فمن الاثار بتاعت تغيرات او تحولات او تشكلات الامواج ان خصائص الامواج بيحصل لها ايه تغير. وكنا اتكلمنا على الويف ترانسفورميشن، ها، تحولات وتشكلات الامواج، وذكرناها اللي هي الشولينج اللي هي الضحولة، وبعدها الريفراكشن ويف ريفراكشن اللي هو انكسار الأمواج، واضح على الرسم مكان كل واحدة واتكلمنا عنها بالتفاصيل. بعد كده الويف ديفراكشن اللي هو انتشار الأمواج، ودي غالبا بتبقى وراء الحواجز سواء كانت طبيعية أو صناعية، و الويف ريفليكشن اللي هو انعكاس الامواج، والويف ريفليكشن برضو نفس الكلام بيبقى عند الحواجز الطبيعيه او الصناعيه للامواج بدايه لحدوث البريكنج اللي هو الانكسار. هي ديت التحولات والتشكلات اللي موجوده في الامواج: الشولينج، الريفراكشن، الديفراكشن، الريفليكشن، البريكنج. وبدأنا نتكلم على المعادلات الأساسية اللي موجودة عندي، وقلنا المعادلات الأساسية بتاعتنا اللي هي الويف ترانسفورميشنز إكويشنز، معادلتين أساسيتين. المعادلة الأولى كانت معادلة الطاقة، تغير في الايه في الطاقه، والمعادله الثانيه كانت بتاعه طول الايه الموجه وتغيره مع الويف ترانسفورميشن. بعد كده يا باشمهندسين احنا اتكلمنا على الشولينج وخدنا الموضوع بتاع الشولينج بالكامل. النهارده هنتكلم على انكسار الامواج الويف ريفليكشن. قلنا الويف ريفليكشن زي الترانسفورميشن كلها ان عندي بتتغير خواص الامواج. هنا في الانكسار بيتغير عندي بصفه اساسيه الاتجاه، هو ده اللي بنقول عليه الانكسار. الاتجاه بدل ما كان ماشي في اتجاه بزاويه معينه يبتدي ينكسر ينحرف بزاويه جديده، ويبقى كده عندي تغير في الاتجاه، تغير مع نفس الاتجاه ومع نفس الحركه، فبيبقى عبارة عن انكسار زي انكسار الضوء. وكمان فعلا قوانين الضوء بتنطبق على القوانين بتاعت انكسار الضوء بينطبق على انكسار الايه الامواج. طبعا بيتغير الاتجاه وبيتغير كمان ارتفاع الموجة. كل هذا الكلام بيحدث نتيجة انه الموجه اللي جايه من المياه العميقه بتقرب من الشاطئ او بتقرب من الايه الساحل. طالما بتقرب من الشاطئ او بتقرب من الساحل بيبتدي عمق الميه يقل. وقلنا وعرفنا ان منطقه الشولينج اللي هي بيكون فيها عمق الميه بيصل الى يساوي او اقل من طول الموجة في المنطقة العميقة، يعني لما يكون عمق المية أقل من اللي نقط على 2.
فهنا عندي ديت منطقة المياه العميقة ودي منطقة المياه الضحلة الشولينج. وبكده يبقى برضو لازم نربط ما بين الاثنين، انه الويف ترانسفورميشن بتاعي الشولينج الضحولة هي السبب الرئيسي للتغيرات والتحولات الأخرى. يعني انكسار الموجة بيحدث كأحد برضو الظواهر والأسباب بتاعة الضحولة ودخول المنطقة اللي هي إيه الأعماق بتاعة الضحولة، وبنسيب المياه العميقة. فده كده الويف إيه ريفليكشن. طبعا الموجة بتبقى في الغالب جاية وموازية للشاطئ للساحل، وبتبقى عايزة تدخل على الشاطئ أو الساحل موازية له برضو. فنتيجة أنه بتبتدي المياه الضحلة تأثر معايا في الأعماق في منطقة بتغير الارتفاعات اللي عندي، ونتيجة تغير الارتفاعات تتغير السرعة، وتبقى في جزء من الموجة ماشي بسرعة مختلف عن الجزء الثاني. ففي زي ما بنقول يحدث عندي ان الموجة تبتدي تنكسر بدل ما هي كانت ماشية في خطوط موازية، وبرضو بتبقى عايزة تروح للساحل بتاعي موازية، زي ما احنا شايفين مثلا في الرسمة الاولى ان الامواج بتاعتي المفروض هي جاية تبقى هي رايحة موازية للساحل، وميحدث هنا عندي لما تبتدي تدخل الضحولة انه يتغير السرعات من المنطقة دي على المنطقة دي، فبدل الموجة بتاعتي ما كانت متجهة للشاطئ تبتدي هنا في المنطقة دي تبتدي ايه تتحول. وتلاحظوا هنا الشكل بتاع الموجة والارتفاع بتاع الموجة متغير، فبيحدث لي الانكسار بدل ما كان الاتجاه بتاع الموجة كده اللي هي الاسهم بتاعتي دي بتبين الاتجاه بتاع الموجة. وبرضو في الرسمة التانية نفس الكلام، وفي الرسمة التالتة نفس الوضع ونفس الكلام. طبعا هنا الموجة بتاعتي كانت جاية من برة زي ما بنقول كده، شايفين هنا يمكن هنا اوضح حاجة برضو ان الجزء دوت بعيد عن الساحل فسرعته بتبدأ تزيد، السرعات هنا تبتدي تقل، فدي تتقدم ودي تفضل كده بوضعها الطبيعي بتاعها، فيحدث هنا انكسار الموجة عندي. نفس الكلام هنا، يعني هي الفكرة واحدة، عند دخول المياه الضحلة الموجة جاية هي مثلا هنا رايحة تقريبا موازية للشاطئ، هنا بتحس بالضحولة وبتحس بالأعماق، بتبتدي تغير ارتفاع الموجة، تبتدي تتغير سرعة الموجة، هنا تلاقيها بطأت شوية، هنا تلاقيها سرعت شوية عشان توصل، فبيدينا الشكل دوت اللي هو بتاع الانكسار. يمكن دي اوضح حاجه، دي اوضح صوره تشرح الانكسار اللي عندي. لما يكون عندي هيدلاند جزيره او الهيدلاند التغير في شكل الساحل بتاعي، هنا بقى الموجه بتاعتي قدامها فرصه من الناحيه دي فرصه كبيره انها تروح لمين، تروح للساحل. هنا الفترة بتاعتها المسافة بتاعتها اللي هو البعد بتاعها عن الساحل بيبقى أقل. برضو الموجة اللي هي كانت ماشية موازية لخط الساحل المعتاد، هي حاسة بالساحل من بعيد كأنه خط واحد مفهوش التموجات دهيت، لما تبتدي تقرب وتبتدي تحس بالتموجات بتبتدي الموجة هنا بتسرع عشان توصل للساحل الناحية دهيت، ودي بتمشي بطبيعتها هتوصل لمسافة أقرب، فتبص تلاقي الموجة تبتدي تاخد الشكل بتاع الهيدلاند، لأن هي برضو لازم تدخل موازية للهيدلاند، فيبتدي هنا يحدث الانكسار اللي بنقول عليه. تمام يا باشمهندسين؟ تمام يا دكتور. احنا بنراجع تاني وبنقول برضو انه جميع الظواهر اللي عندنا الشولينج
الريفراكشن الديفراكشن، كل ديت مرتبطة بالمعادلتين الأساسيتين اللي احنا اتكلمنا عليهم المحاضرة اللي ايه اللي فاتت، اللي احنا قلناها الديسبيرشن ايكويشن و الانرجي ايكويشن او الباور ايكويشن. التغير في الانرجي ايكويشن او الباور ايكويشن او معدل الانرجي ايكويشن والباور ايكويشن، المعدل بتاعي او التغير فيها بيساوي صفر. معنى المعدل بتاع الانرجي ايكويشن او التغير في الباور اللي هو دلتا بي بيساوي صفر، معناها ان القدره في قطاع تساوي القدره في القطاع الذي يليه والذي يليه وهكذا، وقلناها بي واحد يساوي بي اتنين وهكذا. اذن انا برضو نفس الكلام هنا، هبتدي في الريفراكشن هطبق معادلات الايه الويف ترانسفورميشن، المعادلتين الاساسيتين. طب ايه المطلوب عندي؟ المطلوب عندي ان انا هجيب معامل الريفراكشن كوفيشن زي ما جبنا معامل الايه الضحولة. معامل الضحولة كان ايه؟ كان كي اس. هنا المعامل بتاعي معامل الانكسار، معامل الريفراكشن كي ار. كي ار فهنطبق في المعادلتين. الديسبرشن ايكويشن احنا قلنا عليها اللي هي بتاع طول الموجة اللي هو جي تي سكوير على 2 باي تانش 2 باي دي على ال. القانون الثاني اللي هو قلنا عليه الكونسرفيشن اوف انرجي بلس فلكس ايه ايكويشن او الويف باور ايكويشن، اللي هو الاي الانرجي في السي جي الجروب فيلوسيتي عند قطاع واحد يساوي عند قطاع اتنين. هنا بقى مضروبه في الايه في البي واحد ومضروبه في البي ايه نقط، اللي هو المسافه بين خطي الموجه اللي موجودين عندي او الاتجاهات بتاعه الموجه اللي موجوده عندي. بنرجع تاني طبقا للرسمه التوضيحيه للموجه بتاعتي. دي المسارات بتاع الموجه، يعني انا لما يكون عندي الموجه هنا جايه وجايه هنا، ده المسارات بتاعتها. لو هي داخله عندي بزاويه سيتا نوت من المياه العميقه بيحدث لها انكسار اهو وتبقى الزاويه عندي سيتا. فاحنا قلنا او بنقول لو عندي الكلام بتاع المياه العميقه اتش نوت اللي هو ارتفاع الموجه في المياه العميقه، سي نوت سرعه الموجه في المياه العميقه، ال نوت طول الموجه في المياه العميقه، سي نوت الزاويه بتاعه الايه الموجه بتاعتي اللي موجوده عندي في المياه العميقه. كل ده نتيجه الانكسار هيبتدي يتغير معايا طول الموجه، اتجاه الموجه، عمق الموجه، وسرعه الايه الموجه. اذا اتش نوت سي نوت ال نوت سيتا نوت هتتحول الى اتش سي ال سيتا. كل التغيرات ديت نتيجه الايه نتيجه الريفراكشن. طيب نتيجه الريفراكشن عندي هطبق القانونين دولت والمعادلتين دول زي ما احنا اتعودنا. في المعادلة الأولانية بنطبق فيها معتاد خالص، وقلنا إن المعادلة ديت بتتحل باي ترايل أند إيرور، أو ممكن الحل من الإيه من الجداول، إن أنا بحط التي بتاعتي وبحط الدي عمق وبجيب ال بالإيه طول الموجة بالترايل أند إيه إيرور. فدي معادلة تعتبر كده سهلة بسيطة على طول. معادلة الكونسرفيشن أوف إنرجي فلاكس بنطورها وبنطبق عليها زي ما احنا عملنا في الشولينج، وبنعوض عن الانرجي بتاعتنا بتمن رو في جي اتش نوت تربيع في سي جي نوت. يبقى كده طبقنا عند المياه العميقة بيساوي الكلام دوت اللي هو عند المياه الايه الضحلة، واللي احنا الجزء اللي احنا دخلنا فيه بيديني بقى الكلام ده ايه؟ بيديني اتش اللي هو ارتفاع الموجة عندي في المياه الضحلة، اللي هو هيبتدي يتغير عندي نتيجة الريفراكشن، بيساوي اتش نوت ارتفاع الموجة في المياه العميقة في الجذر التربيعي لسي جي نوت سرعة الجروب سرعة
مجموعة الأمواج عندي في المياه العميقة على سرعة مجموعة الأمواج في المياه الايه الضحلة أو في القطاع الثاني اللي هو عندي. هنا بقى ده كان KS، ده كان الشولينج كوفيشن، جذر بي نوت على بي 1، ده الجديد المعامل الجديد اللي ظهر معانا نتيجة الايه الريفراكشن. خلاص يا باشمهندسين، برضو مش هندخل بقى في التفاصيل ان ايه علاقة البي نوت بالسيتا نوت بالال نوت بالكلام دوت. على طول عندي الاتش ارتفاع الموجة زي ما قلنا في المياه الضحلة يساوي اتش نوت ارتفاع الموجة في المياه العميقة جذر سي جي نوت على سي جي. هنا بقى بنشيل الجزء بتاعنا بي نوت على بي 1 وبنعوض على كوزاين سيتا نوت على كوزاين سيتا، وده المعامل الجديد بتاعي اللي هو الريفراكشن كوفيشن. إذن المعادلة النهائية بتاعتي عمق المية بعد الانكسار يساوي اتش نوت عمق الموجة، آسف، عمق الموجة في منطقة الانكسار يساوي عمق الموجة في المياه العميقة مضروبة في الشولينج كوفيشن. وآدي أثر الشولينج في الريفراكشن، انه دائما وابدا الشولينج مؤثر عندي في الايه في الريفراكشن، لان هو الاساس بتاع التغير في خواص الايه الموجه في كي ار. واحنا عارفين بقى الكي اس هو الجذر التربيعي لسي جي نوت على سي جي، والكي ار الجديد بتاعي الجذر التربيعي لكوزاين سيتا نوت على كوزاين سيتا، مظبوط. والكي ار بتاعي اللي هو ريفراكشن coefficient، وهو قيمته في الغالب دائما اقل من ايه من واحد. خلاص كده يا باشمهندسين، تمام. يبقى احنا دلوقتي وصلنا للتطبيق بتاع المعادلتين الاساسيتين اللي احنا هنحل بيهم الريفراكشن، او نوضح ظاهرة الانكسار اللي احنا قلنا مشابهة ومماثلة تماما لانكسار الضوء. وهنلاقي دلوقتي ان احنا ممكن نطبق معادلة انكسار الضوء. يبقى وصلنا للمعادلة بتاعت التغير في الانرجي، ان انا عندي H يساوي H نوت في KS في KR، وKR طبعا من الاثباتات احنا عرفناه هو الجذر التربيعي لبي نوت على بي، وبرضه بيساوي الجذر التربيعي لكوزاين سيتا نوت على كوزاين سيتا. لو فكينا كوزاين سيتا نوت ممكن تديني واحد ناقص ساين تربيع سيتا نوت أس 4، لأن كوزاين سيتا بتساوي الجذر التربيعي لواحد ناقص ساين سيتا تربيع سيتا نوت، وهي كمان تحت الجذر، فيبقى يعني الجذر التربيعي للجذر التربيعي، فبتطلع عندي المعادلة بهذا الشكل وبهذه البساطة. طبعا أنا مش هستخدم دي، هستخدم السهلة دي خالص عندي، إن لو أنا عايز أجيب الكي آر هقول الجذر التربيعي لكوزاين سيتا على كوزاين سيتا. لو أنا عندي سيتا نوت وعندي كي آر وعايز أشوف مدى الانكسار اللي حدث عندي، يعني عايز أجيب الزاوية سيتا، يبقى سهلة خالص، كي ار معلوم اقول انه بيساوي الجذر التربيعي لكوزاين سيتا نوت اللي هي زاويه الزاويه بتاعه الامواج اللي داخله عندي من المياه الايه العميقه. زي ما انا قلت برضو يا باشمهندسين انه الانكسار في الويف ترانسفورميشن بتاعنا الريفراكشن يماثل ويشابه الايه العمليه بتاعه الانكسار بتاع الضوء. اهم قانون في انكسار الضوء اسمه سنيلز لو، فممكن احنا هنا نطبق نفس القانون بتاع سنيلز لو اللي هو قانون بتاع انكسار الايه الضوء، انه عندي هنا شعاع داخل، شعاع بقى مش هتبقى الموجه، بعد كده يروح ايه منكسر كده، فالفرق ما بين الانكسارين اللي هو العلاقه ما بين زاويه الايه
الموجة هنا أو الضوء هنا مع علاقة الموجة أو الضوء بعد الانكسار بتاخد هذا الشكل. سي نوت على سي السرعة عند سرعة الموجة في المياه العميقة على سي السرعة بتاع الموجة في المياه الضحلة يساوي ال نوت على ال طول الموجة في المياه العميقة على طول الموجة في الايه في المياه الضحلة أو بيساوي ساين سيتا نوت بقى مش كوزاين ساين سيتا نوت على ساين سيتا. تمام يا باشمهندسين؟ تمام. شباب تمام يا دكتور. في اي سؤال اي استفسار فيما مضى؟ لا تمام. طيب احنا دلوقتي عندنا المعادله بتاعتنا هي بتقول اتش يساوي اتش نوت كي اس على كي ار. كي اس خلاص عرفنا الشولينج كوفيشنت اللي هو الجذر التربيعي سي جي نوت على سي جي. كي ار هو بقى الكلام بتاعنا النهارده بتاع الريفراكشن خلاص عرفناه برضو بيساوي ايه الجذر التربيعي لكوزاين سيتا نوت على كوزاين ايه سيتا. مظبوط. اذا لو انا عرفت الشولينج كوفيشنت وعرفت الريفراكشن كوفيشنت وكان عندي ارتفاع الموجه في المياه الضحله، طب ما سهل خالص ان انا اجيب ارتفاع الموجه في المياه العميقه. سهل خالص ان انا اجيب ارتفاع الموجه في المياه الايه؟ الضحله من القانون اتش يساوي اتش نوت في كي اس في كي ايه؟ يبقى هنا عندي كيفيه الحصول على كي ار، ازاي اجيب كي ار؟ او ازاي اجيب الكي اس في الكي ار على طول؟ الكي اس في الكي ار على طول. طب ما دي سهله ان انا يا اما اجيب الكي اس لوحده واجيب الكي ار لوحده يبقى كلام سهل وكلام بسيط، او لو الاسهل كمان ان انا اجيب الكي اس في الكي ار. فازاي بنحصل على الحاجات دهيت؟ بنحصل عليها من منحنيات ومن جداول. من منحنيات ومن ايه؟ الجداول. في الغالب احنا بنتعامل او يعني الدكتور احمد ممشي نظام واحنا برضو هنمشي عليه انه بيتعامل مع الايه؟ الجداول، ما بيتعاملش مع الايه؟ المنحنيات. لكن لو انت عايز فكره عن المنحنيات ادي المنحنى بتاعي اللي بندخل عليه، بندخل عليه بالزاوية سيتا نوت، يبقى عندي هنا الزاوية بتاعتي سيتا نوت 0 10 20 30 40 50 60 وهكذا. المحور الثاني اللي بندخل بيه هو دي عمق المياه على جي تي سكويرد الزمن اللي موجود ايه عندي، وبمشي بالقيمتين واقف في اي حتة. بلاقي هنا ايه بقى عندي؟ بلاقي لاينز بتاعت الايه الكي ايه الكي ار معايا الحاجه بتاعت الايه الكي ار، وهنا اللاينز اوف ايكوال سيتا اللي هي الانجل بتوين ويف كريست اند ايه كونتور اللي هو بتاع الاعماق بتاعت الايه الميه. اذا من المنحنى وبمعلوميه سيتا نوت وبمعلوميه دي على جي تي سكويرد اقدر ادخل اجيب الايه الكي ار بتاعي اللي هو الخطوط الايه المنقطه دي. اما ديت الزاويه بتاعه الايه بتاعه الموجه مع خطوط الكونتور بتاعه العمق. او في منحنى تاني اهو برضو بندخل بنفس الكلام بسيتا نوت تكون معلومه عندي ودي على جي تي سكوير وبرضو نفس القصه بتاعه الزوايا اللي عندي. وهنا بقى دي اللاينز اوف ايه كي ار في كي اي اس اللي هي هنا 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 وبتقل وانا رايح كده اللي هي المنقطه ديت، دي بقى قيم كي ار في كي اي اس. مظبوط. احنا مش هنتعامل مع ايه المنحنيات ديت،
هنتعامل مع الجدول. الجداول معاكم هنا بدخل بقيمة H على L نوت أو D على L نوت، عمق المية عندي على طول الموجة في الايه في المياه البحر. هنا D على L، D على L يبقى طول الموجة في المنطقة اللي احنا بندرسها، وعمق المية زي ما هو عندي اللي موجود عندي. هنا K في D، K في D، ال H هنا في الجدول هو ال D بتاعنا، وهنا تانش كي اتش وساين كي اتش وكوشاين كي اتش. هنا عندي بقى ايه الكي ار بتاعي، وهنا دي كي اس اللي هو الكي اس، وهنا ان اللي هي احنا قلنا عليها بتساوي واحد زائد معايا طيب انا بدخل على الجدول دي النوت هنا بقيم دي النوت، وبعدين اشوف القيم اللي عندي بتاعه دي على ال مع دي على النوت، القيم بتاع استنتج منها القيم بتاعه دي على ال، واستنتج القيم بتاعه الكي اس الشولينج ايه كوفيشنت اللي موجود ايه عندي. يبقى هنا بقدر اطلع بالجداول بتاعتي بحساب الايه المعامل بتاعي. بسرعه كده بس هندي مثال عشان بس الوقت برضو ما يسرقناش، وناجي نقول ادي لو عندي مساله a wave with a period of 15 second يبقى ده T and a height of 1 متر معايا، يبقى ده ارتفاع الموجه h هنشوف هو فين، شوف المكان ده فين، هل هو اتش نوت ولا هو طبعا واضح انه على مسافة 500 متر احتماله الكبير انه يبقى في المياه العميقة حاجة اكبر، يبقى عمق الموجة 1 متر اللي هو اتش ممكن يبقى اتش نوت. ان 500 متر اوف ووتر ديبس في منطقة عمق المية فيها 500 متر is propagated shoreward over a plan sloping beach على رايحة ناحية الايه الساحل بتاعي او الايه البيتش اللي هو الشاطئ. It is required to compute the wave height and direction، ده اللي هو بيحدث له الريفراكشن، عايز ارتفاع الموجة اللي هيتغير وكمان الدايركشن at water depths of 100 متر لما يكون عمق المية 100 متر 10 متر and 4 مترز يعني على أعماق مختلفة وأنا رايح ناحية الايه الشاطئ. If the deep water إذا طلعت عندك مياه عميقة wave direction اتجاه الموجة عندي، يبقى ده في المياه العميقة is 45 درجة اللي هو سيتا نوت. إذن المسألة متحددة العناصر اللي فيها، بيقول لي موجة جاية على اتجاه 45 درجة بعمق هايت بتاع الموجة 1 متر، ارتفاع الموجة 1 متر، عمق المية عند المنطقة دي 500 متر، عايزك تجيب ارتفاع الموجة واكيد طبعا الاتجاه بتاعها الدايركشن يعني سيتا عند الايه عند الاعماق المختلفة دي 110 و4. واضح يا باشمهندسين ان انا لو اشتغلت على 100 اشتغل نفس الكلام على 10 نفس الكلام على 4 يبقى كلام متكرر، يعني ازاي اعرف بس احسب عند عمق ايه واحد. فده الكلام اللي احنا ايه استنتجناه من منطوق الايه المساله، ان التي بتاعتي ب 15 سكند، الاتش نوت بتاعتي ب 1 متر، الاتش او الدي اللي هو 500 متر ده المعطى هنا، وبعد كده هناخد ال 100 وال 10 والايه وال 4 والسيتا بخمسة واربعين. تعالوا نشوف بقى عند عمق 500. عند عمق 500 هنجيب طول الموجة. طول الموجة اللي نوت القانون اللي هو اتاخد قبل كده جي تي سكويرد على 2 باي او 1.56 تي اي تربيع، لان الجي ثابت والباي ثابت القانون هو هو مش فارقة معانا حاجة. فيبقى عندي 1.56 في ال 15 سكند بتاعتي تربيع هيديني طول الموجة 351 مظبوط.
بعد كده العمق عندي 500 وطول الموجة عندي 351. 500 على 351 اداني 1424. طبعا الكلام ده اكبر من نص، يبقى انا فعلا في المياه الايه العميقة. طالما انا في المياه العميقة خلاص مطمن ان انا في المياه العميقة، اطبق بقى الايه القوانين بتاعتي على المياه الايه العميقة. اجيب سرعة الموجة 1.56 تي، ماشي. لو طبقنا بقى نفس الكلام عند مثلا عمق 10، عمق 10 بنفس الطريقة بنفس النظام، انا عارف ان دي على ال نوت، عندي ال نوت وعندي الدي ب 10، يبقى هنا بدل ما كان 500 بعوض بالايه بال 10، يبقى 10 على 351 اداني 28 من 1000. يبقى دي على ال نوت اقل من 5 من 100. اه واضحه، يعني لما نكبرها قوي تبقى 3 من 100 من التيبل اللي هو فات، من الكلام اللي هو فات يا باشمهندسين، هقدر احصل على ايه حاجتين، بحصل على دي ال من الجدول وبحصل على الكي اس اللي هو الشولينج فاكتور. واضح؟ واضحه دي يا باشمهندسين؟ تمام. وعندي الدي بكام؟ الدي ب 10. وال ال بقى انا طلعت من الجدول دي على ال. نرجع للجدول بسرعه ولا تمام ماشي الحال؟ تمام ده. طيب يبقى انا هنا جبت من الجدول، هو الجدول هجيبه تاني في الشريحه اللي بعد كده، دي على ال طلعت بالقيمه دي، القيمه دي انا جبتها من الجدول، والشولينج فاكتور انا جبته من الايه من الجدول، الدي عندي ب 10. طب ما انا يبقى هنا اقدر اجيب ال، يبقى ال تساوي دي على الرقم ده، خلاص يبقى ال الدي على الرقم ده، يطلع كام يا باشمهندسين؟ 144 متر. طب ما الحاله دي اقدر انا اجيب الايه السي، اقدر اجيب السي اللي هي بتساوي المسافه على الزمن ال على تي، اللي هو الطول بتاع الموجه اللي عندي اللي انا لسه جايبه 144 على التي اللي هو الثابت معايا 15، يديني 9.6 متر بير سكند. يبقى انا حصلت على السرعه. جدير بالذكر يا باشمهندسين، شوفوا انا جبت ال ال ده منين؟ ال ال ده انا جبته من الجدول. طبعا ده الاسهل وده الابسط. لا ده احنا ممكن نجيبه من المعادله الاولانيه اللي احنا قلنا عليها، اللي هي ال تساوي جي هي تربيع على 2 باي تانش 2 باي دي على ال. هي ده القانون الاول، اذا الجدول هيحل محل القانون الاول ده في الحل والابسط والاسهل. واضحه ديت؟ فمش هنستخدم احنا الايه ديت، انما دي اضافه لك لو انت عايز تتاكد منها وتتاكد من شغلك. التي عندي ب 15 سكند والجي على 2 باي ثوابت والدي هنا ب 10 والال احنا عايزينه. فبحل المسألة دي باي تراير اند ايرور، هيطلع لي برضو 144. ادي الجدول رجعنا له تاني. انا هخش على دي على ال نوت اللي هي بالقيمة اللي كانت موجودة عندي اللي هي 28 من ايه من 1000، اللي هي ما بين 25 من 1000 و 3 من 100. هخش ما بينهم هنا الجدول بتاعي، يبقى القيمة هنا جاية في الوسط. هقدر اطلع دي على ال اللي هي هتبقى قيمه وسطيه ما بين القيمتين دول، اجمع ده على ده على الاثنين وخلص نفسك مش فارقه حاجه. هنا برضو اقدر اجيب كي دي، اجمع ده على ده واقسمه على الاثنين، اقدر اجيب تانش كل ده انا مش عايزه، انا عايز الكي اس، انا عايز الكي اس. هنا الكي اس 1.168 وهنا 1.125 من ايه من 1000، برضو نفس القصه. بعمل ايه؟ باخد المتوسط بتاعهم اللي هم احنا استخدمناهم هنا، يبقى دي على ال يساوي 0.6944، ده المتوسط اللي جبناه من الخانه بتاع دي ال، والكي اس ده جبناه من الايه المتوسط بتاع دول. اذا بقى معايا مين يا باشمهندسين؟ بقى معايا كي اس، معايا كي اس ومعايا اتش نوت. هنشوف بقى كي ار، كي ار اللي هو الجذر التربيعي لكوزين سيتا على كوزين سيتا نوت على كوزين سيتا ايه
واحد. انا بقى لو معايا كي ار ها اقدر اطبق على طول في القانون اتش يساوي اتش نوت في كي اس في كي ار، وانا جايب كي اس وجبت كي ار اقدر، واتش نوت معلومه اللي هي واحد متر، اقدر اجيب الاتش ايه على طول. اذا القصه هنا ازاي اجيب الكي ار. وكمان حاجه، ده انا لو معاك كي ار هقدر اجيب الزاويه سيتا فاعرف مقدار الانكسار اللي حدث عندي، وهو ده الموضوع الاساسي اللي احنا بنتكلم ايه فيه. يبقى هعمل ايه هنا بقى؟ هروح اطبق في القانون بتاع الضوء سنيلز لو. لما اطبق في السنيلز لو انا عندي سي نوت معلومه وعندي سي معلومه وال نوت معلوم وال معلوم، كل ده معلوم عندي يا باشمهندس معايا، يساوي ساين سيتا نوت على ساين ايه سيتا. طيب احنا جبنا ال نوت بالقيمه اللي عندي والال ب 144، انا ممكن اطبق الكلام ده. طب ما الاسهل، انا عندي سي نوت انا جايبها سرعه الموجه في المياه العميقه جبناها 23.4 من 10 متر بالسكند، ولسه جايبين السي ب 9.6 من 10 متر بالسكند. طب ما ناخد الاسهل والابسط ده ماشي، اللي هو كمان ما يبقاش فيه اخطاء، يعني ممكن انا اخطا في ال ولا حاجه. ف ساين 45، طب ما انا عندي الزاويه بتاعتي 45، يبقى المجهول هنا مين يا باش مهندسين؟ المجهول سيتا. هروح جايب ساين سيتا من الطرفين في الوسطين تطلع 29 من 100، والسيتا تطلع 16.86 من 100 درجه. اذا حدث لاتجاه الموجه اللي جيالي من المياه العميقه بزاويه 45 درجه انكسار، وبقيت ماشيه باتجاه دايركشن عندي بزاويه 16.86، اي ان الانكسار الذي حدث هو 45 درجه مئويه، درجه ناقص 16.86 درجه. واضحه ديت؟ الحاجه كمان الجميله، ما هو انا دلوقتي عندي الايه السيتا وعندي السيتا نوت، ما نقدر اعوض هنا بقى كي ار يساوي الجذر التربيعي لكوزاين سيتا نوت على كوزاين سيتا، اقدر اجيب الكي ار، وانا عندي كي اس موجود اللي جايبه هنا المتوسط هنا ما بين الاثنين دول، يبقى كي ار معلوم كي اس معلوم، اقدر اجيب العمق بتاعي اللي هو بتاع الايه ارتفاع الموجه اهو، كي ار اللي هو الجذر التربيعي لكوزاين سيتا نوت على كوزاين سيتا اللي هو 45، والزاويه الثانيه 16.8 من 10، يطلع لي كي ار، وقلنا غالبا بيطلع دائما بيطلع اقل من واحد، طلع 86 ايه من 100. بقى عندي كي اس 1.14 من 100، وعندي كي ار 86 من 100، وعندي ارتفاع المياه الموجه في المياه العميقه 1 متر، وعرفنا الانكسار اللي حصل في الزاويه. عايزين بقى نحسب كمان ايه التغير في ارتفاع الموجه. اتش هنا بقى تساوي 1 في 1.14 من 100 في 86 من 100 تطلع 98 من 100. يبقى احنا هنا بالمثال المحلول قدرنا نثبت ونؤكد ان عندما تدخل المياه وتدخل الموجات في المياه الضحله بيحدث لها تغير في الدايركشن، او 45 ناقص 16.8 من 10 تغير في الدايركشن، انكسار في الدايركشن، انكسار في الاتجاه، وكمان تغير في ارتفاع في عمق الموجه اللي هو اتش بقيت من 1 الى 98. اي نعم هم 2 سنتي، لكن الحسابات هي اللي طلعت الكلام دوت. و كده يبقى احنا خلصنا الكلام عند الايه؟ عند عمق 10 ايه متر. تمام يا باشمهندس؟ معلش يا دكتور، هو سؤال بس بسيط. اتفضل. هو انا سيت دي عندي بتتقاس ازاي؟ يعني هو امتى اقول ان سيتا بصفر، او فين المحاور بتاعتها او الحاجات دي؟ ايه تاني؟ السيتا بتتقاس ازاي؟ يعني فين الصفر بتاع السيتا، او هي زاويه ما بين ايه وايه بالظبط؟ ما احنا قلناها بس يعني ايه ممكن نكون ايه
هي طب ما نشوف كده الشرائح اللي بعد كده. انا بيتهيالي ممكن تكون في الشريحه اللي بعد كده ممكن. لا احنا قلنا ده بنقول عليه الري الشعاع اللي هو ماشي بيديني اتجاه الايه الدايركشن بتاع مين بتاع الموجه صح تمام كده. الموجه هنا ده شعاع وده شعاع وبعده شعاع وبعده شعاع ده اتجاهات الموجه مظبوط مظبوط. هنا ده الخطوط المنقطه ديت اللي هي متوازيه الديبث كونتورز الديبث كونتورز اللي هي بتعبر عن طبيعه القاع اللي عندي. ما هو خلي بالك عمق الميه بيعبر لي كمان على ايه على القاع بتاعي مش كده ولا ايه. فدي الخطوط ديت خطوط بتاعه الديبث كونتورز اعماق الميه اللي عندي. ماشي يا باشمهندس تمام. بالنسبه للراسي بقى ده اتجاه ايه؟ ايه الاتجاه الراسي اللي هو الزاويه بتتقاس عنده. ما انا لسه بقول اهو تمام. ده بنقول عليه خطوط كونتور تعبر عن عمق المي. ده اللي هو اللي لما نيجي برضو هنا كده نرجع تاني اتكررت مرتين نرجع تاني. بص معايا شايف هنا اعماق الميه تمام متغير. لو احنا عملنا اعماق الميه دهيت كخطوط كونتور هيطلع هنا ايه خط الكونتور الايه العمق الاقل الاكبر اكبر اكبر واحنا رايحين للمياه الايه العميقه. فدي الخطوط الايه المنقطه مظبوط مظبوط. الموجه داخله عندي اهو داخله عندي مظبوط. اللي عندي ده هو الري هو ده الري هو ده الخط الوهمي اللي احنا بنقول الميه ماشيه بالاتجاه بتاعه ده اتجاه الموجه خلاص تمام خلاص كده. طيب تعالى بقى نروح للرسمه اهو تاني للرسمه. يبقى ده كده الساحل ده كده الشط اهو وده كده خطوط كونتور اعماق الميه ده الري اللي هو بنقول عليه الدايركشن بتاع الايه بتاع الموجه. الدايركشن بتاع الموجه هنا في الميه قبل ما يخش على المنطقه الضحله فهو في المياه الايه العميقه خلاص. باجي اخد ده عباره عن ايه عن خط مماس للانحناء بتاعي دوت ماشي معايا تمام. يديني الزاويه دي اذا الزاويه دي محصوره ما بين المماس اللي بيعبر لي عن اتجاه الموجه على الاورثوجونال العمودي على خط الكونتور بتاع الدبس. تمام جدا. يبقى هنا برضو نفس القصة نيجي هنا عند خط كونتور بتاع الدبس ده الأورثوجونال ده العمودي اللي هو عشان أقدر أجيب زاوية الإيه زاوية الاتجاه بتاعي الدايركشن بتاعي. فهنا ده منحنى فإحنا مش هنتعامل مع المنحنى إحنا بنتعامل مع المماس بتاع المنحنى. فالمماس أهو شوف هنا ده هنا واضح أكتر من إيه من تحت هنا واضح ده ملوش علاقة بالري ده المماس هنا. ف المماس مع العمودي على الووتر ديبس كونتور يديني الزاويه ايه بتاعه الاتجاه بتاع الموجه. فهنا ده كان سيتا نوت عشان هو في المياه الايه العميقه. هنا لو جينا خدنا مماس برضو لازم اخد مماس وهنا ده يبقى الايه العمودي بتاعي يبقى الزاويه المحصوره بينهم دي هي الزاويه ايه سيتا. لو جيت انا هنا برضو اروح واخد عمودي واخد مماس تلاحظ ان السيتا بيحصل لها ايه هنا هتقل طول ما انا ماشي بتقل لحد ما تيجي هنا. لو جت هنا وجا بقى الري ده عمودي على الشط هتساوي هنا صفر تقريبا هتساوي صفر لان المماس هيبقى هو العمودي صح كده صح. ولذلك بنقول الانكسار ان الزاويه دائما بتقل وطالما الزاويه دائما بتقل اذا الريفراكشن كوفيشنت اقل من الواحد لان البسط اقل من المقام البسط اكبر من المقام لا العكس فعلا لان كوزاين صفر بواحد صح كده
تمام. يبقى عندي البسط بيقل عن المقام، وكمان تحت الجذر يبقى الكي ار دائما وابدا بيقل عن الايه الواحد. بس هي مش تمام دكتور، بس هي مش خطوط الموجه كان المفروض تبقى موازيه للشط انها تنكسر في اتجاه انها يخليها موازيه؟ ما هي بتحاول تروح لموازيه، فاحنا بنقول ان هنا الريده بيبقى مختلف عن الريده، السرعات هنا بتبقى مختلفه عن السرعات هنا، الارتفاعات مختلفه عن الارتفاعات، مش كده ولا ايه؟ ما هي الصور كلها بينت كده. وانا عايز اشوف عموديه لما عند خط الشط، استغربت بس من النقطه دي. لا ده الري، ده الري، مش ده الدايركشن بتاع الموجه. تمام خلاص كده. تمام. لو عايزين امثله تاني يعني ممكن يبقى الكلام ده في السكشن. احنا برضو انا حبيت فعلا في المحاضره ديت لما انا سمعت عن الكلام بتاع الاوقات بتاعتنا، فقلنا نخف النظري برضو شويه ونساعد برضو في السكشن عشان برضو تهمه شويه. فخلاص احنا قلنا يا شباب لو احنا عند خلصنا احنا الدبس اللي هو كام 10 متر مش كده، لو عند الدبس 4 متر، اذا كان انا عند ال 10 متر بقيت في المياه الضحل، عمق 10 متر بقيت في المياه الضحل، امال ال 4 متر ده هتبقى ايه؟ خلاص انا دخلت بقى ايه جوه في الشالو ووتر كونديشن من غير كلام، من غير كلام، لان انا اثبتت ان انا في المياه الضحل قبل كده. فبنعوض بنفس الكلام، دي على ال نوت معايا، الدي بتاعتي يبقى 4، ال نوت زي ما هو 351 طلعت اقل، خلاص يبقى الشالو. هنا بقى بجيب السي بالقوانين، بجيب بالجدول، اشتغل زي ما انا عايز اشتغل. الجدير بالذكر، اوعى حد فيكم ينسى ان احنا بالاضافه الى القانونين الاساسيين بتوعنا بتوع طول الموجه اللي تساوي كذا، والتغير بتاع الفلكس كونسرفيشن او الباور، عندي كمان اضافه بضيفها اللي هو قانون سنيلز، سنيلز لو بتاع الايه الضوء، سي نوت على سي تساوي ال نوت على ال تساوي ساين سيتا نوت على ساين سيتا. نخلي بالنا ده ساين سيتا نوت على ساين سيتا، لان الكي ار الجذر التربيعي لكوزاين سيتا نوت على كوزاين سيتا، وبنطبق عادي ومفيش اي مشكلة عندنا ان شاء الله تقابلكم ولا اي حاجة. وكده يبقى احنا خلصنا كمان الريفراكشن. تمام يا باشمهندسين، هنخش بقى دلوقتي في ايه؟ في انتشار الامواج ويف ديفراكشن. قلنا انتشار الامواج بيحدث نتيجة حاجز طبيعي او حاجز صناعي. الحاجز الطبيعي اللي هو بيبقى الشط، لو انا عندي رصيف بتاع المينا، ما الرصيف ده انا ممكن اعمله من الخرسانه، اعمله من الحديد معايا، ده هيعمل لي لو هو متقدم شويه او يعني طالع بارز شويه وداخل في الميه بطريقه ما، ويكون وراه منطقه برضو الميه تدخل فيها، هيديني منطقه انتشار للايه للامواج. لو انا بتقدم خالص وبروح اعمل حاجز، الحاجز ده بقى زي ما يكون بقى معمول بايه، المواد بتاعته ايه، دبش، حاجات مطاطيه، حائط راسي من الخرسانه المسلحه معايا، كل دوت ممكن تبقى حاجه طبيعيه، ممكن يبقى في جزيره، في جزيره قدام الايه الشط كده اهوت، فالجزيره دي برضو وراها هتعمل لي انتشار للايه للامواج. اذا انتشار الامواج بقى عايزين نتكلم عليه من الناحيه ايه بقى، ناحيه الكلام بتاع الملاحه، الكلام بتاع هندسه المواني وهندسه الشواطئ، او بالقوانين اللي هي معانا، هو انتقال للطاقه عرضيا. انتقال للطاقه عرضيا يعني بدل ما الطاقة كنا بناخدها في اتجاه واحد وبندرسها في اتجاه واحد، او بتتبدد في اتجاه واحد او بتنتقل في اتجاه واحد، كمان ديت هتنتقل ايه في الاتجاه العرضي بتاعي، ونشوف الشكل بتاعها في الايه الماء. طبعا ادي منطقة الديفراكشن، منطقة انتشار الامواج، ومش دي بس على فكرة، دي ناتجه عن وجود الراس الايه دهيت كده،
وهنا في امواج جايه كده، هنا برضو هيبقى في ديفراكشن، هنا وراء الحاجز كمان هيبقى في ديفراكشن، يعني هنا بنقول منطقه بريكنج، ها تكسير امواج، وورا الحاجز ده والميه الموجه اللي جايه من هنا ورا الحاجز دهوت هيبقى هنا ايه في ايه ديفراكشن. فده اللي هو انتشار الايه الامواج. زي ما قلنا اسباب انتشار الامواج هو وجود الحواجز الامواج اللي هو الصناعي او وجود حاجز طبيعي. تعالوا نشوف الحواجز الصناعي، ويا ريت بقى تركزوا في الصور لان هو الصور اللي هتوضح لي الانتشار مباشره. ادي يا باشمهندسين، وبصوا لي كده على الموجه نفسها، ادي الموجه جايه اهيت موازيه للشاطئ اللي هو هنا، هو مش حاسه لسه بده، ساعه ما جت هنا و خبطت في الحاجز ابتدت تحس بيه، فلقيت هنا انها وصلت. هي الماء مش عارفة، هي هتعتبر الحاجز كأنه هو الساحل. المية اللي هنا ديت لسه او خلاص هي فلتت من الحاجز، فهي عرفت ان الحاجز هنا او اسف الساحل لسه عليه بدري، لسه على الساحل ايه بدري، فبتبتدي الطاقة بتاعتها تتوزع عرضيا، لان هنا اصبح في منطقه خاليه من تاثير الحاجز ده. وبص معايا، تبتدي الموجه بقى تتحرك كده، ولما تيجي هنا تروح ايه بقى رايحه للحاجز ده، وكانه يعني احنا بنمثلها وكانه ساحل برضو، يعني هنا كده المايه لقيت هنا في ساحل كده، ولقيت هنا في ساحل، ساحل كمان عكسي وراها، فتيجي المايه تروح عامله ايه، تروح لفه كده، تروح لفه كده. شوفوا هنا شكلها عامله ايه، عامله دواير، فده منطقه الانتشار. حتى حركه الميه مديه لون للميه مختلف، تحسوا كده ان اللي هنا فاتح شويه عن الايه اللي هنا، وواضحه قوي ان الميه هنا ماشيه عاديه خالص كموجه رايحه للساحل في اتجاهها العمود على الساحل، وهنا اللي هي ابتدت تعمل ايه، تلف وتاخد الحركة الدورانية بتاعتها وتبقى كأنها أجزاء من دايرة. بس وركزوا معايا في كل حاجة بنقولها، عشان احنا في الانتشار الموضوع كبير قوي قوي قوي، والوقت ايه أزف معانا، فاحنا مش هنتوسع فيه قوي. طب هنا بقى عندي حاجز، بس الحاجز ده سابه في مسافة اهيت بدون الحاجز، فالميه هنا مشيت خلاص كده كانها وصلت للساحل، كانها وصلت للايه لليابسه. هنا نفس القصه، المدخل ده الميه دخلت وحست انها لازالت في الايه في البحر عادي، ما فيش اي حاجه خالص، والساحل قدامها، والساحل قدامها، وبعدين ابتدت الميه تحس في الاتجاه العرضي ان كان عندها يابسه الناحيه الثانيه، فهي الميه من هنا عايزه تروح لحد الاخضر ده كده، وهي هنا كده كمان عايزه تروح للايه للحاجز اللي موجود عندنا ده خلفه، من خلفه تخبط فيه من خلفه، فطبعا بتروح عامله ايه بقى، اهي تروح عامله دواير، شوف كانها متقدمه هنا ورايحه الصور، وبعد كده تتقلب هذه الصور الى علم وبعدين نفسره بقى بالقوانين ونحط له المعادلات، او طبعا مش احنا يحطوا له المعادلات واحنا بقى نشرحها لكم ونقولها لكم وانتم تاخدوا الايه المعلومات دي. اذا هنا بيبتدي الحركه بتاعه الايه الموجه، هنا الطاقه بتاعتي تتحول الى او تتغير في الاتجاه العرضي وتديني الشكل اللي موجود عندنا ده. بس احنا عايزين نخلي بالنا من الحواجز، ده حاجز هنا كده مستقيم اهو خالص، وده حاجز مستقيم جواه فتحه، المساله دي تختلف عن ديت، الميه هنا مختلف عن شكل الميه هنا، لكن هنا انتشار وهنا برضو ايه انتشار. يمكن دي واضحه قوي، يعني واضحه قوي، وخلي بالكم بقى يعني بنحاول نجيب لك
المختلفة من الحواجز. بمعنى هنا الحاجز كان جاي من اليابسة وممتد كده. وكأنه مثلا سفينة ولا مركبة حتى موجودة في الايه واقفة في البحر. او حاجز فعلا بالشكل دوت عشان نحفظ الايه المنطقة ده هي. فتلاقي المية اللي جاية هنا اتغيرت خالص. المفروض كان تيجي موازية وبتاع. لكن نتيجة ان هنا لها الحرية انها تتحرك لهنا. ودي اتغيرت الدنيا هنا خالص. بس نلاحظ حاجة برضو. ساعة ما بتيجي هنا وتحس ان هنا في يابسة. وهنا من ورا دي يابسة تروح لفة على دي. لازم. طب ما المية هتروح فين؟ ما هي المية هنا مش هتبقى يعني فراغ. لازم الاعماق كلها والدنيا كلها تبقى ماشية كلها مية كده. فتحس كأنها يعني ما اعرفش انا يعني زي ما بنقول وكأنها اقطاب مغناطيسية بتشد الايه مغناطيسات. عارفين بقى حكاية المغناطيس ديت ويدي لك كده الايه الاشكال بتاعة البرادة بتاع الحديد والكلام دوت. لكن ايه ده بالمية ووجود ايه حاجز. طيب لو انا عندي حواجز طبيعية ما هي دي المسألة ديت زي الحاجز الصناعي اللي احنا كنا عاملين. ما هي هي المية جاية من هنا لقيت الفجوة دهيت البوابة دهيت اللي موجودة ما بين حاجزين طبيعيين. الأرض كده ربنا خلقها كده موجودة كده. وعلى فكرة ممكن يكون الجبل ده ممتد بس هنا عمق الجبل قليل تحت أكيد ده 100%. يعني فالمية هي جاية من هنا خلاص بتاخد نفس الشكل اللي احنا اتكلمنا عليه. وهنا واضحة برضو قوي ان الايه الطاقة بتاعتي بتتبدد في الاتجاه الايه العرضي. حاجز طبيعي برضو تاني. ادي الجزيرة ادي الجزيرة. نتيجة بقى وجود الجزيرة اشتغلت الدنيا هنا كلها بقيت انتشار ديفراكشن. كل المنطقة دي اتأثرت بوجود الجزيرة وكمان بوجود جزيرة قريبة خالص. دي جزيرة بعيدة ودي جزيرة قريبة. وكمان تغيرات شكل الايه شكل الساحل بتاعتنا ابتدى يدينا الايه الديفراكشن او انتشار الايه الامواج. خلاص يعني دائما نقول الاسكتشات الهندسية عشان لو طلب منك ان انت تشرح تعرف الديفراكشن عايز توضح لي حاجة على الديفراكشن ما هو مش معقولة هتروح فتح الموبايل وتروح مطلع الصورة وتروح مثلا طبعها على ورقة الإجابة ولا بتاع. فاحنا بنحاول ايه او يتم عمل سكتش. السكتش ده يوضح الايه يوضح الايه الديفراكشن. اهو ادي الموجة بتاعتي جاية طبعا بيبقى حاجة مثالية خالص. وهنا كده ولا في اي حاجة خالص مفيش اي حاجة بتحدث لها. الموجة بتاعتي ماشي عادي على طول. هنا بقى ورا الكلام دوت الموجة دي اللي كانت ماشية تروح جاية هنا كده وراح لفة كده. الموجة دي تروح لفة كده مقدمة هنا شكل الديفراكشن ويفز اللي هو الانتشار بتاع دكتور طبيعي خالص. الموجة هنا قطع في الجزء اللي فات المقدمة بتاعت الموجة عن الصورة اللي هي معلش يا دكتور الصوت حضرتك كان بيقطع دلوقتي وقطع في الجزء اللي فات.
السلام عليكم. عليكم السلام. معايا يا باشمهندسين؟ معلش النت فصل تقريبا. طيب الشاشة متشيرة؟ الشاشة متشيرة؟ أيوة دكتور. أيوة لا؟ دكتور متشير. أيوة متشير. طيب تمام. فاحنا قلنا الديفراكشن أو الانتشار بيتكون نتيجة وجود حواجز طبيعية أو وجود حواجز صناعية. فاحنا كنا شرحنا الحواجز الصناعية اللي هو نتيجة الحواجز بأي شكل. خدنا ثلاث أشكال، حاجز ممتد زي اللسان، وحاجز في فتحة في النص بينه، وحاجز المية بتتحرك على يمينه وعلى شماله. فهنا في الحواجز الطبيعية قلنا وجود جزيرة أو وجود نفس الكلام الفتحة ما بين منطقتين جبليتين وداخلين جوه الايه المية. وشرحنا وقلنا ان احنا بنعمل سكتش لهذا الكلام، بتبقى الموجة اللي جاية كده لقيت هنا هيدلاند، فالموجة اللي هي تمشي عادي، اتجاهها عادي، العمق بتاعها عادي، كل حاجة عادية بالنسبة لها ورايحة للساحل. هنا بتبتدي عند النقطة ده هي بالذات والاتجاه ده بقى بيسمى الجيومتريك شادو لاين، اللي هو الظل الهندسي للايه للهيدلاند، يعني اللي عنده الظل الهندسي ده، اللي عنده الموجة تبتدي تحول الطاقة بتاعتها في الاتجاه العرضي، أو تحس بقى إنها من جهة الساحل عندها الأمور مختلفة، ما عندهاش وهي ماشية كده ما عندهاش ساحل واحد، ده عندها هنا بقى كده منطقة حتى كأنها شكلها إيه مقفولة، ساحل على هيئة مثلا هو جزء من دايره. فبتبتدي الموجه، طبعا هي بتحس بالكلام ده من ساعه ما بتدخل هنا وساعه ما بتبقى موجوده على الجيومتريك شادو لاين دوت. فبتتحول الموجه من الاتجاه اللي هو بيبقى نفس الاتجاه بتاع الموجه الاصلي، انها تلف حوالين الايه حوالين الهيد لاين الهيد لاند بالشكل الدائري اللي موجود عندنا ده، اللي هو برضو هنا ادي الشكل الدائري هنا كده، ادي اشكال دائريه كتيره نتيجه التغيرات بتاعه الجزيره ديت والجزيره دي. قلنا يا باشمهندسين بنشرح الكلام ده على الرسمه اللي احنا قلناها في الاول هندسيا. هنا الموجه ماشيه وعلى طول ورايحه للساحل، رايحه للشاطئ، ما عندهاش اي مشكله. هنا بقى كده اللي هو الجيومتريك شادو لاين، اللي هتبتدي الموجه تحس انها ورا الحاجز وان في ميه، او هتخش باعماق ميه ورا الحاجز فتعمل عمليه الايه الانتشار، فتبتدي تاخد الايه الشكل الدائري بتاعنا ده. ده اللي بنعمله اللي هو مقدمات الايه الموجه بتاعتي، وتبقى هنا منطقه الديفريكشن او الانتشار. خلاص برضو امثله كتيره هي واضحه خالص بتمثل لي، ادي عندي مثلا هنا سفينه متعطله موجوده، الميه هي جايه هنا بتحس بيها، بتبتدي تعمل الانتشار في الجزء الخلفي بتاعها. هنا ادي عندي الحاجز اهو، صور كتيره بتبين الكلام ده، الموجه هي داخله ماشيه عادي مفيش اي حاجه لكن هنا عند الجيومتريك شادو لاين هتبتدي الموجه تروح واخده الجزء الايه الدائري بتاعنا، او ادي الاتجاه هنا تبتدي. احنا بس بنعمل ايه خطوط على الامواج الطبيعيه اللي ايه موجوده. فعندي هنا الموجه داخله عادي ما فيهاش اي حاجه خالص، ساعه ما تبدا عند المنطقه ديت ومنطقه الجيومتريك شادو لاين تبتدي الطاقه تتحول في الاتجاه العرضي، تبتدي تاخد الاتجاه وتخش عموديه على الحاجز من الايه من الخلف. خلاص يا باشمهندسين واضح، امثله كلها امثله كلها أمثلة. ده هنا حاجز وحاجز وبينهم مسافة ماشي، برضو نفس القصة ونفس الايه الرواية، وده نفس القصة ونفس الرواية، احنا بس بنعوض على الأشكال الانتشار بتاعنا والايه الشغل بتاعنا. طيب ازاي بقى هنحسب الديفراكشن؟
حساب انتشار الأموال. طبعا أنا راسم أهو موجة أهي، يعني شوف الموجة داخلة على الحاجز، داخلة على الحاجز. بصوا هنا ده الجيومتريك شادو لاين، الجيومتريك شادو لاين اللي هو على شماله الموجة ماشية عادي ما فيهاش أي حاجة ولا حاسة بأي حاجة. الجزء بقى اللي على اليمين دوت اللي هو هيبتدي تتحول فيه الطاقة، طبعا الاثنين حتة واحدة كتلة واحدة اهو. شوف ابتدت هنا الموجة وهي داخلة حست فراحت لفة بكده. طيب هنا ماشي عادي، هنا ماشي عادي، هنا ماشي عادي، هنا بتبتدي تاخد الانتشار بتاعنا الديفريكشن اهو، اللي بعدها هنا تروح واخدة الايه الديفريكشن بتاعنا. طيب احنا عايزين نحسب ايه بالظبط في انتشار الامواج؟ بيبقى عندي مثلا منطقة هنا، نقطة هنا بنسميها point of interest، نقطة تحت الدراسة، نقطة عايز اجيب فيها خصائص الموجة اللي عندي، واحنا عرفنا خصائص الموجة الطول والسرعة والايه وارتفاع الموجة والاتجاه ماشي. طب لو انا عايز عند النقطة ديت اجيب الايه الحاجات اللي هي خواص الايه الموجة بتاعتي، اول حاجة بشوف النقطة دي تبعد كام ويبقى ادي المطلوب عندي حساب ارتفاع الموجة الاتش عند هذه النقطة اللي بتبعد هنا بقى لازم اخد المسافة عن الرأس بتاعت الايه الحاجز بتاعي، المسافة اللي هي بنقول عليها المسافة القطرية ار على طول، ار المسافة من هنا للنقطة دهية عن حافة الايه الحاجز، ولازم كمان ابقى عارف الزاويه بتاعتها اللي هي بتميل بيها اللي هو ار دوت عن الايه عن الحاجز بتاعي مظبوط. يبقى انا عايز اتش دي، عايز ارتفاع الموجه عند النقطه دي اللي هي تبعد اهو مسافه ار وبتميل بزاويه بيتا، يبقى ديت المعلومات اللي عندي واضح يا باشمهندسين. يبقى انا عايز الارتفاع بتاع الموجه اتش دي لنقطه تبعد عن راس الحاجز مسافه ار والاتجاه بتاعها الاتجاه بتاع الامواج بتاعتها تميل على الحاجز بزاويه بيتا. طبعا نفس الكلام اللي احنا قلناه بنكرره تاني، خدنا شولينج كوفيشنت، ريفراكشن كوفيشنت، معامل الضحولة ومعامل الانكسار، احنا هنا في الانتشار ديفراكشن، هيبقى برضو معايا ديفراكشن كوفيشن، ديفراكشن كوفيشن. الديفراكشن كوفيشن هو KD اللي بيساوي HD على HI. لا ده معامل سهل وبسيط وما طبقناش حاجة ولا عملنا اي حاجة خالص. ايه هو بقى معامل الانتشار اللي هو KD دوت؟ معامل الانتشار هو عمق او ارتفاع الموجة، ارتفاع الموجة اسف ارتفاع الموجة HD عند النقطة دهية اللي موجودة عند الحاجز في منطقة الانتشار على HI. طب ايه هو HI؟ ارتفاع الموجة، عمق الموجة، ارتفاع الموجة عند رأس الحاجز HI هنا او HI هنا، ارتفاع الموجة عند رأس الحاجز، يبقى HD ارتفاع الموجة هنا على ارتفاع الموجة هنا هو اللي يديني الكوفيشنت اوف ايه ديفراكشن او ديفراكشن كوفيشنت. خلاص يا باشمهندسين واضح الكلام؟ يبقى HD ديفراكتد ويف هايت ات ذا بوينت اوف انترست، ارتفاع الموجة عند النقطة الايه اللي احنا مهتمين بيها وبنحسب عندها وعايزينها، والـ HI اللي هو عند التصادم هنا باتجاه الامواج بتاعي مع راس الايه الحاجز. خلاص يا باشمهندسين نخلي بالنا بقى من شويه معلومات. ال طول الموجه اللي داخله، طول الموجه قبل ما يحدث لها ايه الانتشار، او احنا بنقول عليها طول الموجه عند التب، تب النقطه دي راس الحاجز بتاعي، حافه الحاجز بتاعي دي ده بنسميه تب. يبقى كل حاجه هنا النقطه دي بنسميها تب. يبقى الويف لينس ات تب، الدي ووتر ديبس ات ذا تب، عمق الميه عند التب، وعندي السيتا بقى، السيتا هي زاويه
اتجاه الامواج عند التب مع الحاجز. يبقى هنا عندي الزاويه ديت مع اتجاه الامواج، والزاويه بيتا اللي هي بتاع اتجاه النقطه اللي احنا عايزين نحسب لها عمق الايه، عمق الموجه اللي موجود عندنا. واضح يا باشمهندسين الكوفيشنت اللي موجود عندنا؟ واضح دكتور. واضح. طيب تمام، يبقى كل القصه احنا عايزين ارتفاع الايه، الموجة. طبعا R احنا قلنا اللي هو المسافة من عند التب لحد النقطة اللي احنا بندرسها، والبيتا الزاوية اللي هي بتاعتها. طيب انا هحسب بقى انتشار الامواج ازاي. عندنا طريقتين، عندنا طريقتين، طريقة بالجداول وطريقة بالمنحنيات. خلاص، ايه بقى طريقة الجداول؟ طريقة الجداول لازم يبقى في ذهني وقدامي دائما وابدا العناصر اللي احنا قلنا عليها. اهو انا عملت لك الرسمه عشان العناصر ما تروحش من ايه، من بالك. ار المسافه من التب لحد النقطه، ال طول الموجه الداخله، وده اول حاجه بندخل بيها الجدول. ار على ال، ار على ال، اهو ار على ال. واضحه يا باشمهندسين؟ طيب ار على ال فين النسبه دي؟ اهي نص، واحد، اتنين، خمسه، عشره. ركز معايا. بعد كده رجع التاني، نص، واحد، اتنين، خمسه، عشره. الله الله، ده نفس القيم. خلي بالك، خلي بالك، هنا معايا سيتا ب 15 درجه، وهنا سيتا ب 30 درجه. ايه هي بقى سيتا؟ سيتا ديت زاوية اتجاه الأمواج بتاعي مع الحاجز، مع الحاجز. يبقى دي السيتا. يبقى لما يكون عندي سيتا ب 15 أروح هنا، لو سيتا ب 30 أروح هنا. طب في جداول تانية، في سيتا ب 45، وفي سيتا ب 60، وفي سيتا ب 75، وفي سيتا ب 90. معايا يا باشمهندسين؟ معايا يا باشمهندسين؟ إذن لكل سيتا مجموعة إيه؟ مجموعة بيانات. يبقى أول حاجة هنا في الجدول آدي إيه؟ سيتا دي، سيتا دي هتحدد لي أروح فينهي حتة. وهنا R على L متكررة مع سيتا 15 30، يعني لو عرفنا إحنا نمشي مع ال 15 هنعرف نمشي مع الباقي كله، لو عرفنا نمشي مع ال 30 نعرف نمشي مع كله. ايه بقى دول اللي هو سيتا اسف 0 15 30 45 56 75 90؟ قال ايه دول؟ دول بيتا، دول بيتا ديجري، الزاويه بيتا اللي هي زاويه اتجاه ميل النقطه اللي احنا عايزين نحسب لها ارتفاع الموجه بتاعها مع الايه، مع البرج، مع الحاجز، مع الحاجز. خلاص يا باشمهندسين؟ تمام يا دكتور. تمام كده؟ تمام، الكلام واضح. كلام واضح، ده الحمد لله. طب ايه بقى الارقام اللي جوه دي؟ ايه 49 38 من 100؟ ايه دي، ايه الارقام دي؟ ده الكوفيشنت نفسه. الكوفيشنت نفسه. كي دي يعني بقى، بصوا معايا بقى بصراحة وبأمانة، المسألة في منتهى البساطة بالجداول ولا فيها صعوبة؟ واحد هيقول لي إيه المعلومات اللي عندي؟ يا عم هنديك كل حاجة والله، هنديك السيتا والبيتا والآر مثلا والإل، كل ده بقى معاك، وكمان هنديك اتش آي ارتفاع الموجة عند التب. طب أنت عايز إيه؟ أنت عايز اتش دي. طب واتش دي بتساوي ايه؟ الكي دي بيساوي الاتش دي على الاتش اي، صح؟ طب ما انا لو جبت الكي دي وعندي الاتش اي اجيب الاتش ايه دي. ناخد مثال كده سريع، لو انا عندي سيتا ب 15 درجه، اول حاجه يبقى انا هحصر نفسي هنا في الجدول ده، ماليش دعوه بقى بالباقي. مثلا سيتا ب 15 درجه،
وبيتا عندي بستين درجة وآر على إل باتنين. آر على إل باتنين. حد يقول لي بقى الكي دي بكام؟ واحد تلاتة من مية. برافو عليك، واحد وتلاتة من مية. يبقى واحد وتلاتة من مية يساوي اتش دي على اتش اي. جبت الاتش دي. في صعوبة؟ لا تمام. نعيد تاني، نقول مثال تاني. عندي سيتا بتلاتين، سيتا بتلاتين، بيتا بخمسة وسبعين، ار على ال بخمسة، كم يكون كي دي؟ واحد واربعة من مية. واحد واربعة من مية. واحد واربعة من مية. في صعوبة يا باشمهندسين؟ انا بتهالي الكلام هنا يعني كلام جميل وكلام بسيط، ويا ريت مسائل تيجي بهذا الايه الشكل كده. يبقى خلصنا يا باشمهندسين، خلصنا الديفراكشن. تعرفوا بقى، لحظة بقى بقى، عندي حساب انتشار الأمواج باستخدام الجداول، وعندي حسابات انتشار الأمواج باستخدام المنحنيات. والله لو فاض وقت، لو حبيتوا انتوا نقول لكم نسيبها للسيكشن، لكن ده جزء من التخفيف عليك، ان انا مش هاخد طريقة حساب انتشار الأمواج باستخدام الايه المنحنيات. خلاص يا باشمهندس؟ تمام. انتوا عارفين ليه؟ انتوا عارفين ليه؟ يعني اصل في برضو ناس يجي يقول لك ايه، يقول لك يعني كده احنا ضيعنا حاجه من المنهج بتاع. احنا طالما عندنا طرق بديله، يعني حساب انتشار الامواج باستخدام الجداول، عندنا حساب انتشار الامواج باستخدام الايه المنحنيات، لما انا اديك الجداول واقول لك المنحنيات بص فيها وتعرف عليها وخدها مع السكشن ومساله عليها، بس انا مش هجيبها لك، ها، يبقى كده احنا خففنا، وعلى فكره ما ضيعناش حاجه من المنهج، لان انت معاك ازاي تحسب طريقه انتشار الامواج وتجيب الكي دي، وبطريقه سهله سهله جميله بسيطه حلوه. معايا؟ واضح؟ خاصه ان الفروقات في الحل في الكي دي طفيفه جدا، يعني مش محتاجه، ده المنحنيات هتبهدل لي الدنيا، لان المنحنيات ممكن يبقى فيها تقريب يرجع لشخصي، انما انت شايف الارقام يا باشا، شايف دي كام؟ شايف 1.5 من 100، 1.4 من 100، رجع الثاني 1.5 من 100، 1.1 من 10، 99 من 100، 86، يعني واضح؟ واضح؟ 76 من 100، 78 من 100، 84 من 100، يعني كلها بتتكلم في ايه؟ في اجزاء عشريه بسيطه هتغير لك ارتفاع الموجه تغيرات ايه؟ طفيفة، لكن طرق دقيقة وطرق نقول عليها جديرة بالاحترام وجديرة بالإيه؟ بالدراسة. كده احنا خلصنا الريفراكشن والديفراكشن والشولينج، يتبقى عندي إيه؟ الويف ريفليكشن، انعكاس الأمواج. احنا شرحنا انعكاس الأمواج يا باش مهندسين، لما بيكون عندي حاجز رأسي خرسانة او حاجز راسي موجود عندي عند الشاطئ، وتيجي الموجه متقدمه عليه، بيحدث لها انعكاس، انعكاس ارتداد، هو ده انعكاس الموجه او ارتداد الموجه. بتنعكس الموجه وترتد في الاتجاه المضاد على طول، ها، وتبعد عن الحائط الراسي اذا كان عمق الميه هنا، ها، مرة وربع ارتفاع الموجة، يزيد عن مرة وربع عن ارتفاع الايه الموجة، يحدث عندي الارتداد، وقد يحدث عندي مع الارتداد انعكاس تكسير. ما اصلا احنا حاطين الحاجز دوت عشان يكسر الامواج، فيحدث الانعكاس وكمان ممكن يحدث الايه التكسير بتاعنا. ماشي؟ يبقى بعد كده كمان الويف بريكينج، تكسر او تكسير
الايه الامواج، بنعمل تكسير ممكن يحدث على اليابسة كتكسير طبيعي للامواج، او ممكن انا اعمله صناعي بالربل بريك ووتر، تكسير المياه تكسير الامواج يعني، او بيبقى حائط خرساني رأسي. شايفين الموجة هنا في جزء بيرتد وجزء بيطلع كده فوق البتاع، نتيجة ارتفاع المية نتيجة الارتداد بيحدث له تكسير لطاقة الايه الامواج كده. يبقى الجزء بتاعي خلص، يعني زي ما بنقول على قد الوقت اللي ربنا سمح لنا بيه وقدرنا نكمل بيه. لو في اي اسئلة اي استفسار اي ايضاح على، لان ان شاء الله تعالى بقى نشوفكم على خير كده، نقابلكم بقى في الايه في الامتحان ان شاء الله. يعني عايزين الديفراكشن يا دكتور يجي في الميدترم ويجي في الفاينل. نعم عايزين الديفراكشن يجي في الميدترم والفاينل. لا بص معايا قول لي يجي فين. طب نقفل الريكوردنج بعد اذنكم. ماشي.